عقدت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج اجتماعا مع ممثلي 30 جمعية أهلية شريكة لبحث تنفيذ الوحدات السكنية وتطويرها بصورة ملائمة لتوفير حياة كريمة للمجتمعات المحلية. ويطبق ذلك في قرى حياة كريمة مع استهداف الأسر الأفقر والأولى بالرعاية. وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن رئيس الوزراء أكد أن الحكومة تعمل على استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية في كافة المشروعات التنموية، مؤكدة على ثقة الدولة في المجتمع المدني وبتقديرها لدوره التنموي جنبا إلى جنب مع الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ المبادرة.